للمشاريع الصغيرة القائمة بالبيت، طبعا يمكن أغلبهم عندهم فيها مشاريع، وفي كتير منهم موجودين. أنا ماني حابة يعني استسقفهم هدول المشاريع. في ناس بيقولوا إيه كتير صار في ورش تطريز، كتير صار في ناس تطبخ بالبيت، بس يعني هو كونه يعني عم يعطي إنتاج وعم يعيش زوجة شهيد أو أرملة أو مطلقة، ما أنا حابة تعتمد على يعني على سلة إغاثية. أنا بلاقي إنه إنتاجه يعني كتير مهم على صغره وعلى حجمه اللي هو ما بيطلب كتير. المستفيد هن السيدات السوريات لوقت يمتلكن مهنة، سواء خياطة سواء طبخ سواء أو مهارة، مو شرط مهنة يعني كانوا يشتغلوا فيها، ممكن يكون عندها مهارة معينة ولديهن مشروع يرغبن بتطويره. في ناس دعمناهم كان عندهم ياها ودعمناهم، وفي ناس يعني مكناهم من أجل هذه المهنة. الهدف هو مساعدتهم، مساعدة الأسر السورية في الكسب الحلال والعيش بكرامة دون الحاجة إلى الآخرين. طيب المزايا المشروع كتير بسيطة. أكبر ميزة إنه هو رأس مال قليل غير مكلف. يعني نحن جربناه من قبل تقريبا على 50 سيدة، أقل بقليل، في تركيا وفي سوريا. يعني كان تقريبا هو بكفي يعني 500 دولار ممكن يكون للسيدة، تعطيها مجال. طبعا هو مو قرض، هو يعني 10% منه قرض حسن، لأنه المستهدفين أو هن السيدات يعني حالتهم مثل ما قال يعني ما ممكن إنه يردوا لك القرض كله. يعني ممكن سيدة بسوريا يطلع كل ربحها 10 دولار، يعني ال10 دولار شو بدها تسد القرض؟ ممكن تسد جدوى. وعلى فكرة أغلبهم سدوا 10%، فلذلك كان يعني بس نسبة يعني نسبة قليلة بحيث تحس إنه هي ما عم نعطيها أعطية من عنا وما عم نمنن عليها. فانقسم لعدة أقسام، في منه خياطة، تطريز، كروشيه إلى آخره، الطبخ طبعا شيء مهم بالست السورية، معروفة إنه يعني جيدة يعني عندها مهارات الطبخ ولو ما هي يعني متعلمة بمدارس. يعني كان هو دعم. هلأ حاليا نحن المشروع الموجود قدامكم القديم، نحن هلأ بنطمح إنه يكون أكثر وأكثر، يعني طامحين لدعم 50 سيدة كل واحدة، إلى يعني انه يكون في 500 دولار. طبعا هذا يعني شيء بسيط من المشروع. هدول صور حقيقيه عن الشيء اللي انشغل. المشروع الاول كان مشروع خياطه زوجة شهيد، هي اللي قامت فيه وكان انتاجها جيد وحابين ندعمها اكثر. المشروع الثاني كان محل بيع ملابس، يعني وحده عندها غرفه يعني مو زايده، يعني غرفه بتقدر تستغني عنها في البيت، وعملتها مثل محل بيع الملابس، يعني بتجيب ملابس وبتبيعهم ببيتها. المشروع الثالث كيك وحلويات، سيدة مطلقة ولديها أولاد. المشروع الرابع مطبخ ومؤونة، كباب ومعجنات وأيضا مونة يعني مكدوس وأشياء أخرى. هي زوجة شهيد وأم لخمس أطفال، يعني من هذا المشروع البسيط عم بيكون هو سبل عيش لهم. في مشاريع تانية، تربية أغنام، واحدة عندها غنمتين يعني حابة يصيروا 3 أو 4 مشان يكفوا العائلة. فلترت مياه، يعني وحدة عندها بركة ماء أو بير ماء بدها تجيب فلتر وتبيع المي، ماء نظيف صالح للشرب للباقي. ساعدناها في ورشة نول، بيع ملابس مستعملة حتى مو بس ملابس، يعني خياطة، تطريز مفروشات، وسائد، كل هذا هي مشروعات باللي حاطينا ببالنا انه نساعدهم فيها. صور من المشروع اللي كان اخر شيء. بالاخير فينا نقول هون يعني وحده طلبت فقط من المشروع بدها ماكينه كبه وفرن وادوات طبخ، هي فقط تكلفه المشروع، يعني شيء بسيط جدا. المشاريع الصغيره بدها بس تقول انا يعني نويت ساوي المشروع، ثاني يوم بيصير، لانه كثير يعني شيء بسيط ما بده تكلفة كبيرة، بدون رأس مال، برأس مال صغير وقروض بسيطة نستطيع تمكين النساء إعانتهن على دعم المشاريع الصغيرة والعيش بكرامة. آخر شيء النهاية، الأفكار موجودة وبكثرة، ولكن يلزمها من يعني يرعاها
يقدمها للناس. وشكرا لكم. إذا في أسئلة. شكرا لك أستاذي ندى، يعطيك العافية. أيضا عندنا الأستاذ محمد جعار موظف إعلامي بنفس القطاع نفس التخصص. الحقيقه يعني ما ضل شيء نضيفه، يعني الشباب كفوا انه نفس المشاريع عم تنطرح. مشروعنا نحن القرض الحسن بلشنا فيه بالغوطه، الهدف منه كان اعاده الحياه الطبيعيه للمجتمع السوري وتشغيل الايدي العامله من مرحله والانتقال من مرحله الاعتماد على الاغاثه لمرحله الاعتماد على الذات. نقدم قروض دون فوائد لمن يريد العمل. يعني عندنا مثلا يتم استعادة القرض على أقساط مريحة ويحددها المقترض بنفسه. آلية عمل المشروع، نحن بيجي المقترض لعنا على المكتب، بنقدم له، يقوم بتعبئة الطلب، يوضح فيه المعلومات الشخصية عن حالته الصحية والعائلية، وهل يعمل أم هو عاطل عن العمل، والدخل الشهري إن وجد، والالتزامات المالية الثابتة التي يدفعها مطلع كل شهر، وغيرها من الالتزامات المالية، ويكون لديه وإن كان لديه كفيل أم لا، أو إن لديه رهن يمكن أن يقدمه كضمان لتسديد القرض، ويحدد نوع المشروع الخاص به، وما هي الأسباب التي جعلته يتقدم لطلب القرض، وما هي الأرباح المتوقعة، وعدد الأيدي العاملة التي سيشغلها بهذا المشروع. وبعدها يحدد قيمة القرض المطلوب ويقترح قيمة القسط التي تناسبه. بعد مناقشة القرض مع الإدارة والتأكد من صحة المعلومات، ترفع الدراسة للإدارة. بعد الموافقة على الطلب تتم كتابة العقد مع المقترض وتوقيعه من قبل الأطراف وتصديقه في المجلس المحلي، ويعطى المقترض فترة سماح تقريبا من شهر لثلاثة أشهر حتى يبدأ بمشروعه، ويقوم فريق أيادي بمتابعة العمل وعمل زيارات دورية للإطمئنان على المشروع وتحصيل الأقساط. في عنا تقريبا 25 مشروع عملناهم بالشمال السوري بكلفة 41 ألف دولار، بتتجاوز القرض من 500 دولار ل 2000 دولار. في مثلا كان في شخص دارس تعويضات سنية بده يفتح مختبر، لكن ما عنده القدرة انه يفتح هذا المشروع، نحن اعطيناه مبلغ لحتى يبلش فيه هذا المشروع. هاي المشروع عنا تقريبا كلهم. كيف الدخول إلى السوق، كيف بيع هذه المنتجات،
حتى يعني مو فقط يعني ينتجوا ولكن لا يعرفوا كيف يدخلون السوق. سؤال آخر. نحن بصراحة يعني بنتابع المشروع من بدايته أول ما يبلش فيه لحد ما يخلص القروض تبعيته. بهي الفترة إحنا عم نتابع عمله كيف إنه هل يربح المشروع هو خاسر. هاي الأمور كلها إحنا عم نتابعها لحتى ينتهي من دفع القروض. بس انتهى من دفع القروض يعني لازم يكون هو بلش يعتمد على نفسه ويشتغل لحاله. شكرا لك، يعطيك العافية. الآن مع فقرة الخيرية، أهلا وسهلا فيك معنا الرائع عم تربي بالصحراء، هو خريج جامعة كندا كيبك، ما هيك؟ كيبك نعم، يعمل في القطاع الخيري منذ أزيد على 25 سنة ما شاء الله. عمل في مجموعة من دول في إفريقيا الغربية حيث أدار مجموعة من البرامج والمشاريع الإنمائية والإنسانية. يعمل حاليا بمنصب مدير التخطيط والتطوير في جمعية قطر الخيرية. أهلا وسهلا فيك. عنوان الورشة الآن هي الجهود والممارسات في التمكين الاقتصادي في المناطق الحديثة حديثة العهد بسرعة. هذا اوكي المايك عندك. هذه مش هذا ولا هذا فقط جهاز مشان العرض. هذا العرض هذا بس العرض هذا. لا بس عنوان الجهاز. لا هو ما يحتاج فقط افتح لي الملف وحيشتغل. طيب إذن بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا سعيد جدا أن أكون معكم في هذه الندوة الجميلة وأن نتشارك كل يعني حسب تجربته وخبرته والزاوية كذلك التي ينظر من خلالها إلى هذا الموضوع، خبراتنا المتنوعة وأفكارنا المتنوعة. لا شك أننا نتقاسم الكثير من الأشياء التي يمكن إن شاء الله أن تنفعنا جميعا. سعيد كذلك بهذه العروض التي قدمت والتي تبين مدى النضج وكذلك الخبرة والتجربة التي أصبحت لدى المنظمات السورية فيما يتعلق بالعمل الإنساني بشكل عام. شكرا. يمكن نشيل هذه؟ لا هذا بس مباشر. سنحاول ما أمكن أن نخرج من الخصوصية السورية لأن هذا هو الهدف حسب كذلك ما أطلعني عليه أخي وعزيزي الدكتور هاني. لماذا؟ لأننا نريد أن نطل على ما هو موجود كممارسات، لأن الممارسات فيما يتعلق بالعمل ما بعد النزاعات وفي مناطق ما بعد النزاعات ممارسات طويلة وتمتد حسب التاريخ إلى عقود. والهدف من اجتماعنا هذا كذلك هو أن نتبادل مثل هذا النوع من الممارسات وهذا النوع من التجارب. قبل ما نطلع على بعض الممارسات أنا أحتاج ربما أن نحلق شوية من علي وأن نأخذ درون مع بعض حتى نرى الصورة الكلية وحتى نرى الصورة من فوق، لأنه كلما غصنا في التفاصيل كلما تغيب عنا الصورة الكلية. لما نتحدث عن إعادة البناء في مناطق ما بعد النزاع فنحن نتحدث بشكل أو بآخر على ممارسة، نتحدث عن وصفة، عن وصفة موجودة، نتحدث عن كذلك تجارب خاضتها الدول فيما يتعلق بإعادة البناء في مناطق ما بعد النزاع. ولعلكم كلكم تذكرون مشروع مارشال. مشروع مارشال الذي جاء في أعقاب الحرب العالمية الثانية
والذي جاء من أجل إعادة بناء ما دمر في الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية قضت تقريبا على حوالي 80 مليون نسمة، قضت تقريبا على حوالي 50-70% من المباني في أوروبا، خصوصا في الدول الكبيرة التي شاركت في الحرب بشكل مباشر، وخصوصا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها. إعادة بناء كل هذه الإمكانيات وكل هذه الأصول وكل هذه الموارد كان يحتاج إلى قدرات هائلة جدا. جاء مشروع مارشال لكي يعيد بناء أوروبا، ولم يكتفي فقط بالمناسبة مشروع مارشال في أوروبا، بل امتد في وقت من الأوقات خصوصا في السنوات الثلاث الأخيرة إلى أن وصل إلى اليابان، وبالتالي حتى اليابان استفادت من مشروع مارشال. لهذا كل التجارب التي جاءت بعد ذلك وكان هدفها هو إعادة البناء في المناطق ما بعد النزاعات استلهمت بشكل أو بآخر من مشروع مارشال. وأغلب الخبرات والتجارب وحتى التاسك فورس التي تشتغل على الفريمورك، على إطار العمل فيما يتعلق بالعمل أو إعادة البناء في مناطق ما بعد النزاع استلهمت كثيرا جدا من التجربة الأمريكية. وبالتالي أبين أم كرهنا سنجد أنفسنا لما نتحدث على إعادة البناء في سوريا ما بعد النزاع سنجد أنفسنا بشكل أو بآخر أمام نفس الوصفة، سنجد أنفسنا أمام نفس الوصفة. وبالتالي نريد أن نعرف ما هي هذه الوصفة التي نتحدث عنها عندما نتحدث وعندما نتكلم عن إعادة البناء في مناطق ما بعد النزاع في حالة سوريا. سأتحدث لكم كذلك بعد ما نستعرض الإطار العام الفريمورك بشكل عام، سأتحدث لكم من واقع تجربتي المتواضعة. كان لي ربما الحظ أو سوء الحظ أنني أعيش تجربتين، تجربة مالي لأنني يعني كنت أشتغل في مالي، وتعرفون مالي مرت بنزاع مسلح خصوصا في الشمال في مناطق غاو تومبوكتو كيدال وهي الجنوب تقريبا الجنوب الجزائري، عشتها يوما بيوم. وكذلك عشت تجربة اتفاقية السلام التي وقعت في يوليوز 2011 بخصوص إعادة البناء في دارفور بعدما تم توقيع اتفاقية السلام ما بين الحكومة السودانية والحركات المقاتلة. إذن وكذلك هناك تجربة تابعتها ولكن لم أعيشها شخصيا، ولكن تابعتها، ولعل الدكتور هاني يمكن هو أحسن من يمكن أن يتحدث عنها لأنه واكبها، وهي تجربة إعادة البناء في البوسنة والهرسك بعد توقيع اتفاقية السلام التي تعرف باتفاقية دايتن التي وقعت سنة 1996 وطبقت فيها نفس الوصفة التي سنتحدث عنها الآن. طيب الآن ما هي هذه الوصفة التي سننتظرها؟ وكونوا على يقين أننا إن شاء الله بعد ما يستتب بالأمن وبعد ما يستتب السلام في سوريا بإذن الله تعالى ستذكرون هذا الكلام وسترون بأن هذه الوصفة هي التي ستتكرر كذلك في سوريا. طيب هناك ركائز أربعة أو أبعاد أربعة يتم الاهتمام بها وإعطائها الأولوية فيما يتعلق بوصفة إعادة البناء في مناطق ما بعد النزاع. وهذا الأمر بالمناسبة ليس اجتهادا مني، هذه الوصفة الموجودة. ما هي هذه الركائز وهذه الأبعاد الأربعة التي يتم الاهتمام بها والتي تعطى لها الأولوية كوصفة عندما يتعلق الأمر بمنطقة أو بدولة مرت بنزاع؟ أول شيء يتم الاهتمام به وتعطى له الأولوية القصوى والموارد الأكبر هو موضوع الأمن، لأنه لا يمكن أن نتحدث عن التنمية ولا يمكن أن نتحدث عن الاستقرار ولا يمكن أن نتحدث عن البناء بدون وجود الأمن. وداخل هذا البعد وداخل هذا الركن سنجد كثير من التفاصيل. أهم بند أو أهم أولوية يتم الاهتمام بها فيما يتعلق بالأمن هو نزع السلاح وإعادة إدماج المقاتلين. هذا دائما تجدونه في الوصفة، هو الأساس، هو الأصل.
على سبيل المثال في مالي كان نفس الشيء. أول شيء تم الاهتمام به هو بعد توقيع اتفاقية السلام سنة 1994 في مالي، كان إعادة إدماج المقاتلين ونزع السلاح أول شيء. نفس الشيء كذلك في السودان لما تم توقيع اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور سنة 2011 في يوليوز 2011 في الدوحة، أول شيء تم الاهتمام به هو نزع السلاح وإعادة إدماج المقاتلين، فبالتالي هذا يدخل في الأمن. وفي أشياء أخرى كثيرة يتم الاهتمام بها ضمن الركن الأول الذي هو الأمن. ثاني نقطة أو ثاني ركن وهو ركن مهم جدا هو الإنصاف والمصالحة. لماذا؟ لأن هذا النزاع خلف الكثير من الضحايا وخلف الكثير من المظالم، وبالتالي لا يمكن أن نبدأ صفحة جديدة إلا بعدما نكون قد تصافينا وبعدما نكون على الأقل قد جبرنا الضرر بالنسبة لأولئك الذين كانوا ضحية لهذا الحدث. ولهذا هناك شيء اسمه الإنصاف والمصالحة وفيه الكثير من التفاصيل. بعد ذلك يأتي الركن الثالث وهو الركن المتعلق بالاقتصاد. نحن ربما كان المفروض أن نتحدث أكثر عن الاقتصاد، ولكن لا يمكن أن نتحدث عن الاقتصاد بدون هذه البنية التحتية. هذا الاقتصاد يأتي في المرتبة الثالثة، وإن كان هو موجود في كل هذه المجالات الأربعة التي تمثل الأركان الرئيسية لإعادة البناء في مناطق ما بعد النزاع. ثم الركن الرابع والأخير هو موضوع الحوكمة والمشاركة. ولما نتكلم على الحوكمة نتكلم على كيف يمكن أن نبني نظاما رشيدا، كيف يمكن أن نبني نظاما يساعدنا على اتخاذ القرار المناسب لما فيه مصلحة المجتمع، وكيف يمكن كذلك أن نضمن بأن هناك مشاركة للمواطن عبر آليات المشاركة في اتخاذ القرار. إذن هذه هي الأركان الأربعة، كل ركن من هذه الأركان الأربعة له تفاصيل وله أركان فرعية سنحاول أن نطل عليها بشكل سريع، ولكن سنقف ربما أكثر تفصيلا بالنظر لطبيعة المحور على الجانب الاقتصادي. فيما يتعلق بالجانب الأمني، ما هي الأشياء التي يتم الاهتمام بها وإعطائها الأولوية فيما يتعلق بالجانب الأمني؟ هناك أول شيء إعادة إدماج المحاربين كما ذكرت في السابق، ما في ذلك نزل الأسلحة. ثم الأمر الإقليمي، لأن لا يمكن أن عادة ما يكون النزاع في بلد معين عادة ما يتغذى من الإقليم، وبالتالي لابد من الاهتمام بالبعد الإقليمي من أجل ضمان إيش؟ من أجل ضمان الأمن داخل البلد. على سبيل المثال لو أخذنا المثال في السودان، المثال في السودان كان هناك الكثير من التدخلات الإقليمية، وبالتالي كان لابد من أخذ بعين الاعتبار التدخلات الإقليمية. السودان بلد مترامي الأطراف، له حدود مع ليبيا، له حدود مع تشاد، ونعرف تشاد كذلك ودورها، وبالتالي كان لابد من أخذ بعين الاعتبار هذه الأبعاد الإقليمية من الناحية الأمنية لكي نعزز الأمن في البلد الذي نستهدفه. ثم هناك حماية الأشخاص والممتلكات، لابد من أخذها بعين الاعتبار لأن هناك أسلحة وهناك كذلك ضعف فيما يتعلق بالنظام الأمني الذي يمكن أن يسيطر على الأمن في البلد، وبالتالي هذا الأمر لابد من أخذه بعين الاعتبار وتوفيره. هناك حماية الشخصيات المهمة والبنية التحتية والمؤسسات الحيوية، لأن هناك تفلت أمني عادة أثناء النزاع حتى بعد توقيع اتفاقية السلام إن تم توقيعها، فعادة ما يكون هناك نوع من الرخاوة، عادة ما يكون هناك نوع من التسيب فيما يتعلق بالجانب الأمني. هناك إصلاح المؤسسات الأمنية المحلية، لأن عادة ما يتم تدمير المؤسسات الأمنية وإعادة بنائها من جديد يحتاج إلى وقت، وبدون إعادة بناء المؤسسات الأمنية وتفعيل دورها في حماية الأمن سيكون هناك دائما مشكلة فيما يتعلق بالجانب الأمني. هناك الأمن الإقليمي، معذرة هو فقط تم تكراره مرتين. فيما يتعلق بالإنصاف والمصالحة، كلكم سمعتم ربما في جنوب إفريقيا، لأن كانت تقريبا التجارب الأولى فيما يتعلق بالعدالة ما يسمى العدالة الانتقالية، وكانت تجربة جنوب إفريقيا كانت تجربة ملهمة جدا. أول بلد عربي استلهم من النموذج جنوب إفريقيا فيما يتعلق بالإنصاف والمصالحة أو العدالة الانتقالية كان هو المغرب، لما عمل البرنامج الإنصاف والمصالحة فيما يتعلق بدخول المعارضة في الحكم.
لأن هناك فترة من فترات الحكم في المغرب كان دائما المعارضة تقول عنها بأنها فترة الرصاص، وبالتالي كان هناك نوع من المظالم لدى المعارضة بأن النظام صفى مجموعة من رموز المعارضة إلى ذلك وسجنهم. بالتالي المغرب عمل هذه المحطة وعمل العدالة الانتقالية، عمل الإنصاف ومصالحة، وبالتالي كان هناك استماع لجميع من اعتبروا أنفسهم متضررين من تلك المرحلة، وتم ما يسمى بجبر الدار لهؤلاء على أساس أن نبدأ مرحلة جديدة، وهذه كانت في بداية حكم الملك الحالي محمد السادس. ثم إنفاذ القانون، لابد من إنفاذ القانون وآلية إنفاذ القانون. كان هناك كذلك مراجعة نظام القضائي، لأن عادة أثناء النزاع يتم تدمير مثل هذا النوع من الأنظمة، وبالتالي كان لابد من إعادة بناء النظام القضائي على أسس قوانين جديدة، على أسس قواعد حقوق الإنسان إلى غير ذلك. ثم مراعاة حقوق الإنسان، المحاكم الدولية، لأن عادة ما يكون هناك نوع من الارتكاب لمجموعة من الجرائم التي تعتبر جرائم إنسانية أو جرائم حرب إلى غير ذلك، وبالتالي هذه تكون في الاختصاصات القضائية لمحاكم دولية، هذه كذلك لابد من أخذها بعين الاعتبار حتى يتم التنسيق مع هذه الجهات لكي يتم أخذها بعين الاعتبار. لجان الحقيقة، إعادة بناء المجتمع، العلاج النفسي والتمكين، كل هذه القضايا تعتبر من القضايا المهمة التي يتم أخذها بعين الاعتبار في الركن الثاني. إحنا الآن لازلنا فقط في الركن الثاني اللي هو الإنصاف والمصالحة، بعد ذلك ندخل على الركن الثالث، الذي هو الاقتصاد. الاقتصاد ما هي الأشياء التي يتم الاهتمام بها فيما يتعلق بالاقتصاد؟ يتم الاهتمام باللاجئين والنازحين. ذكر أخي قبل قليل أن هناك حوالي 7 ملايين 5 ملايين لاجئ، وهناك تقريبا حوالي 7 ملايين نازح. كيف يتم التعامل مع هؤلاء؟ وهؤلاء لا يمكن أن نعالج قضاياهم إلا إذا ضمننا لهم مصدر رزق. ربما قد يجدوا أنفسهم بأنهم أصبحوا قادرين على كسب العيش في المناطق التي نزحوا لها أو في المناطق التي لجأوا لها، وبالتالي إرجاعهم إلى أماكن أخرى ينتظر منه أن يتوفر له فيها كسب رزق أو مصدر رزق أفضل بكثير من المناطق التي نزح لها أو المناطق التي لجأ لها. وبالتالي فيه بعد اقتصادي بالمناسبة فيما يتعلق بحركة النازحين وحركة اللاجئين. وإذا لم يكن البعد الاقتصادي حاضر في إعادة اللاجئين وإعادة النازحين، فمعناه أننا نصب الماء في الرمل. وكم من تجارب كانت في السابق، أعادوا نازحين إلى أماكنهم، عادوا لاجئين إلى أماكنهم، ولكن لم يوفروا لهم سبل العيش فعادوا إلى حيث كانوا، إما إلى أماكن نزوحهم وبعض الأحيان إلى أماكن لجوئهم إذا كان الأمر ميسر لهم في ذلك. ثم الأمن الغذائي، لأن بدون أمن غذائي، والأمن الغذائي بالمناسبة مرتبط كذلك بإيش؟ مرتبط بالاقتصاد. لهذا الاقتصاد الذي سيتم بناؤه في مناطق ما بعد النزاع ينبغي أن يتوجه أكثر إلى مجال الأمن الغذائي. على سبيل المثال دكتور، فيما يتعلق باتفاقية دايتون في 1996، اتفاقية دايتون في 1996 كان البعد الاقتصادي مناسبة، لأن الأمريكان هم الذين رعوا اتفاقية دايتون، فبالتالي كان هناك حضور قوي جدا للمنظمات غير الحكومية الأمريكية. كان تقريبا حوالي 70 منظمة غير حكومية أمريكية هم الذين اشتغلوا كآليات تنفيذية لاتفاقية دايتون فيما يتعلق بالجوانب، كل الجوانب، سواء فيما يتعلق بالعودة، سواء فيما يتعلق ببناء المأوى، سواء فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. في الجانب الاقتصادي كان هناك اهتمام كبير جدا على سبيل المثال بقطع الحليب، على اعتبار أنه جزء لا يتجزأ من إيش؟ من الأمن الغذائي. وقطاع الحليب كما تعرفون هو قطاع فيه مجموعة من الحلقات، فيه حلقة الجمع وحلقة التخزين وحلقة التصنيع، وبالتالي كل حلقة من هذه الحلقات يمكن أن نبني عليها اقتصاد كامل. على سبيل المثال فيما يتعلق بالإنتاج، الإنتاج كان عند الفلاحين الصغار، لأن كل فلاح يمكن أن يكون عنده بقرة، بقرتين، ثلاث بقرات، وبالتالي البقرة إذا كان متوسط إنتاج البقرة هو 20-30 لتر، فإذا كانت عنده 4 بقرات فمعناه تقريبا عنده حوالي 160 لتر، 160 لتر هذه ثروة بالنسبة للفلاح، خصوصا إذا كان هناك جلب لأبقار أصيلة، أبقار إنتاج فعلا
تنتج كمية هائلة، لأن الآن في أوروبا معدل إنتاج البقرة الواحدة تقريبا 40 لتر في اليوم، هذا المتوسط، هذا المعدل 40. المهندس الزراعي ويعرف ذلك جيدا. في بلداننا نحن للأسف شديد لازالت قدرات الإنتاجية لبلداننا دون المستوى، حتى لما نستورد أبقار من أوروبا فالظروف وكذلك التغذية فتنزل ينزل مستوى الإنتاج من 40 إلى 18 19 20 وبالتالي إلى النصف تقريبا. فبالتالي عندك في هذا المستوى تبع الإنتاج يمكن أن تبني عليه اقتصاد بالكامل. ثم المستوى الثاني هو مستوى التجميع، والتجميع يعتمد بالدرجة الأولى على إيش؟ يعتمد على النقل والتبريد، هذا كذلك يمكن أن تبني فيه اقتصادا كاملا. ثم يأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التصنيع، والتصنيع يمكن أن يكون تصنيع بسيط محلي، ويمكن أن يكون تصنيع على مستوى أكبر. لما تكون مثلا شركة كبيرة وعندها قدرات هائلة في التصنيع يمكن أن تكون يعني تحتاج إلى إمكانيات وموارد هائلة، في حين إذا كان الإنتاج أو إذا كان التصنيع باستخدام وسائل وإمكانيات بسيطة هذا كذلك يمكن أن يلبي احتياجات المجتمع، ويمكن كذلك أن تستفيد منه عدد هائل جدا من الأسر، ويمكن كذلك أن يؤدي إلى إلى إعطاء فرص للناس في كسب العيش. هذا لماذا ضربنا هذا المثال؟ لأنه مهم جدا فيما يتعلق بالاقتصاد وربطه بالأمن الغذائي. احنا على سبيل المثال في دولة يدوب خارجة من النزاع لا يمكن أن نفكر في التصنيع في الهايتك، مش ما عندوش سنس، ليس له أي معنى. ولكن الاستثمار في الاقتصاد فيما يتعلق بالأمن الغذائي هذا مهم جدا، لأنه هذا بيزك، هذا أمور أساسية جدا. ثم عندنا الصحة، عندنا المأوى. الأغلب ما يتدمر في الدول التي تعيش الحروب هو مأوى الناس، هو سكن الناس. وكما ذكر الأخي العزيز فعلا أسرة بدون مأوى هذه أزمة كبيرة جدا، هذه مشكلة كبيرة جدا. فأول شيء تبحث عنه الأسرة هو المأوى. فلهذا لاحظنا أن في الميزانيات إعادة البناء عادة ما يكون هذا البند الثاني، المأوى يكون من ناحية حجم الاستثمار ومن ناحية حجم الموارد التي تخصص له، هذا يكون البند الثاني. البند الأول عادة يكون الأمن، يعني الأمن يحتاج إلى إمكانيات هائلة، فعادة ما يكون المأوى هو البند الثاني من ناحية حجم الأموال التي يحتاجها إعادة بناء مساكن الناس. ويمكن أن نبني اقتصاد بالمناسبة حول هذا المجال، ويمكن أن نبني كذلك مجموعة هائلة جدا من فرص التشغيل بالنسبة للناس حول هذا المجال. وكذلك وهذا مهم جدا، احنا مش محتاجين أن نبني بالطرق التقليدية، بالطرق المتعارف عليها بالإسمنت والحديد وغير ذلك. هناك تكنولوجيا ملائمة تستخدم أدوات المحلية وفي نفس الوقت ذات جودة عالية وسريعة. فبالتالي في مناطق ما بعد النزاع عندما نتحدث عن المأوى لابد من إدخال حلول تكنولوجيا سريعة وذات جودة عالية وذات كلفة منخفضة. ففيها ثلاث أشياء: السرعة والجودة والكلفة. ليس حلول، لما نقول حلول يعني غير تقليدية، يعني ليست رخيصة بمفهوم أنها غير جيدة، لا، هي ممتازة جدا من ناحية الجودة وفي نفس الوقت هي كذلك منخفضة التكلفة. وكما ذكرت هذا مجال يمكن أن نبني حوله اقتصاد مهم، ويمكن أن يوفر فرص شغل مهمة جدا للمواطن. هناك كذلك النظام التعليمي، إعادة بناء النظام التعليمي. وجيد أن الورشة الخاصة بالتعليم قدمت قبل هذا العرض. لماذا؟ لأن كذلك حول التعليم هناك بعدين، هناك بعد اقتصادي وهناك بعد تعليمي كذلك. بعد اقتصادي لماذا؟ لأننا لما نوفر التعليم بالمواصفات التي تحدث عنها أخي الكريم فيما يتعلق بالتعليم عن بعد أو استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال فيما يتعلق بالتعليم، فنحن كذلك نخلق فرص شغل وفي نفس الوقت نقدم خدمة تعليم للمواطن. شبكة الأمل الاجتماعي، لأن تخلف الحرب عدد هائل جدا من الأيتام، تخلف الحرب عدد هائل جدا من الأرامل، تخلف الحرب كذلك عدد هائل جدا من ذوي الاحتياجات الخاصة. وبالتالي هؤلاء لا ينفع معهم نهائيا أننا نبحث لهم عن سبل العيش من خلال العمل،
هؤلاء لابد من إدماجهم وين؟ هؤلاء لابد من إدماجهم في ما يسمى بشبكات الأمل الاجتماعي. وهذه الشبكات الأمل الاجتماعي هي شبكات تكافل اجتماعي في الحقيقة، ولكن يبغي أن تكون شبكات أمل اجتماعي مستديمة. ليس من الكرامة أننا نوفر مبلغ مالي لمقعد لمدة شهر مثلا أو شهرين أو سنة أو سنتين ونقطعه عنه بعد ذلك. ليس من الكرامة كذلك أن نوفر مبالغ مالية نقدية على سبيل المثال مقطوعة لفائدة يتيم عمره 7 سنوات لمدة سنة أو سنتين أو 3 سنوات ونقطعه عنه. شبكة الأمل الاجتماعي الدور فيها وأهميتها أنها تميز ما بين نوعين من الفقراء. هناك ما يسمى بالفقراء القادرين والفقراء غير القادرين. الفقراء القادرون هم الذين نحتاج أننا نوفر لهم سبل العيش، وأننا نوفر لهم الدعم المالي سواء من خلال أدوات التمويل الإسلامي أو أدوات التمويل كيف ما كانت، أو من خلال self employment، يعني أنه يشتغل. في حين أن الفقراء غير القادرين هؤلاء لا يمكن أبدا أن نعالج فقرهم من خلال التمويل، ولكن من خلال إدماجهم في شبكات الأمان الاجتماعي. وحول هذا كذلك يمكن أن نبني اقتصادا، وخصوصا اقتصاد لمنظمات المجتمع المدني، لأن منظمات المجتمع المدني بمناسبة لا يمكن فصلها بأي حال من الأحوال على الاقتصاد. منظمات المجتمع المدني، أعطيكم على سبيل المثال، في أمريكا أو في فرنسا أو في بريطانيا، كم تتوقعون عدد المنظمات غير الحكومية في فرنسا على سبيل المثال؟ فرنسا التي عدد سكانها حوالي 60 مليون أو 65 مليون نسمة، عدد الجمعيات أو عدد منظمات المجتمع المدني في فرنسا يزيد عن 1 مليون. فتصوروا معي لو أن منظمة أو أي جمعية من هذه الجمعيات توظف موظف واحد أو موظفين، فيتوفر حوالي 2 مليون موظف. فالمجتمع المدني كذلك هو جزء لا يتجزأ من الاقتصاد، ولا يمكن أن نعزله عن الاقتصاد. ويكفي فقط هذا الرقم، عدد الموظفين الذين يعملون في منظمات المجتمع المدني. ثم الاستراتيجية الاقتصادية والمساعدات، البنية التحتية المادية، خلق فرص العمل، أسواق، إصلاح القوانين الأنظمة الرقابية، تجارة الدولية، الاستثمار، نظام المصرف والمالي. إذن كل هذه القضايا لابد من معالجتها في مناطق ما بعد النزاع، وإلا لا يمكن أن نتحدث عن الاقتصاد بشكل معزول، لا يمكن أن نتحدث عن التعليم بشكل معزول، لا يمكن أن نتحدث عن شبكة الأمل الاجتماعي بشكل معزول، لأن هذه الأشياء كلها مترابطة. إذن هذا الركن إيش؟ هذا الركن الثالث. يأتي الآن الركن الرابع، وهو الحوكمة والمشاركة. الحوكمة والمشاركة تبدأ من العملية الدستورية الوطنية. عادةً بعد نزاع لابد من دستور جديد، شيء طبيعي. لابد كذلك من سلطة انتقالية. على سبيل المثال في السودان، في إقليم دارفور اللي كان هو إقليم فيه نزاع، عملوا سلطة انتقالية لإقليم دارفور. سلطة انتقالية بموجب إيش؟ بموجب وثيقة اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة السودانية والحركات المقاتلة. وبالتالي دارفور كانت له سلطة انتقالية خاصة حتى يتفادوا إيش؟ حتى يتفادوا بيروقراطية الدولة. ليش؟ لأن دارفور له وضع خاص، وفيه اتفاقية سلام خاصة بدارفور، وبالتالي كان لابد من سلطة انتقالية لكي يضعوا كل الآليات المناسبة على المستوى السياسي، على المستوى القضائي، على المستوى الاقتصادي، التي تمكن من الوفاء بالتزامات اتفاقية السلام في دارفور. فلهذا كان لابد من سلطة انتقالية، تعزيز التشريعات، الحكم المحلي، الشفافية ومكافحة الفساد، الانتخابات، الحساب السياسي، المجتمع المدني، وسائل الإعلام. إذن كل هذه القضايا يتم معالجتها ضمن هذا الركن الرابع، وهو الركن الأخير من هذه الأركان الأربعة. وبالتالي هذا هو الذي يشكل إيش؟ يشكل البازل. هذا هو الشكل الذي تكلمت عنه في البداية وقلت أنه وصفة، وهذه الوصفة ستجدونها في كل الدول. في مالي في كيف كان النزاع؟ خليني أتكلم لكم أحدثكم باختصار شديد عن تجربة مالي. أتيحت لي الفرصة أن أعيش في مالي لمدة نعم، هذا حق ربطني يعني سأتكل خروف. لا
قلت أن أتيحت الفرصة أن أعيش في مالي لتقريبا حوالي 4 سنوات. فمالي في بداية الستينات كان فيه الطوارق والعرب في شمال مالي. تعرفوا أن الطوارق هما مجموعة من القبائل موزعين على دول الصحراء الكبرى. جزء منهم يعيش في جنوب الجزائر، جزء منهم يعيش في شمال مالي، جزء منهم يعيش في جنوب ليبيا، جزء منهم يعيش في شمال النيجر. وبالتالي هم تقريبا مثل الأكراد في منطقة الشرق، في منطقة الشرق الأوسط. ففرنسا استعمرت مالي لمدة طويلة، واستقلت مالي عن فرنسا سنة تقريبا 1963. الطوارق كانوا يمنون أنفسهم بالاستقلال عن دولة مالي منذ بداية، يعني قبل الاستقلال عن فرنسا، لأنهم كانوا يتوقعون بأنه سيتم إعطائهم حكم مستقل عن الحكومة المالية. الذي حصل هو أن فرنسا لما خرجت بقيت مناطق الشمال اللي هي المناطق القبائل الطارقية والعربية تحت النفوذ المالي. وموديبو كيتا الذي كان أول رئيس لمالي عندما انتفض الطوارق قمعهم بكل الوسائل، وبالتالي بقي دائما الطوارق يسعون للانفصال. لما أخمدت الثورة الأولى سنة 1963 بداية الستينات، يعني 62-63، بقيت بوادر اندلاع ثورة ثانية قائمة. في نهاية الثمانينات وتحديدا سنة 1989 قامت ثورة ثانية ودامت تقريبا حوالي 4 سنوات، وكانت حرب طاحنة ما بين الحركات المقاتلة الطارقية والعربية وما بين الحكومة المالية. سنة 1994 الأمم المتحدة رعت اتفاقية السلام بالتعاون مع مجموعة من الدول وخصوصا الجزائر، لأن الجزائر بتعرفون أنها محادية لمالي وعندهم طوارق في الجنوب، وبالتالي الجزائر لم تكن معنية أبدا بقيام دولة طارقية في شمال مالي، لأن قد يؤثر ذلك على كذلك مطالبة طوارق الجنوب بنفس الشيء. فبالتالي رعت الأمم المتحدة السلام في مالي، وتم توقيع اتفاقية السلام في مالي ما بين الحركات المقاتلة الطارقية وما بين الحكومة المالية. بموجبها تدخلت الأمم المتحدة عبر منظمات الأمم المتحدة خصوصا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل إعادة اللاجئين الذين تفرقوا على دول الجوار. فكان هناك لاجئون طوارق وعرب موجودين في الجزائر، كان هناك كذلك لاجئون طوارق وعرب موجودون في موريتانيا لأن هذه دول الجوار، كان هناك لاجئون طوارق وعرب موجودين في بوركينا فاسو، وكان هناك طوارق وعرب موجودين كذلك لاجئون في النيجر. هذه الدول كلها التي سارت هي دول الجوار لمالي. فالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين كان هدفها هو إعادة اللاجئين الماليين إلى قراهم، ولكن التحدي الكبير الذي كان موجود هو تحدي إعادة الإدماج، وهو تحدي إعادة بناء المناطق التي سيعودون إليها. الركن الأول الذي اهتموا به هو هذا، هو إعادة إدماج اللاجئين، إعادة إدماج المحاربين. أهم ركن تم الاهتمام به كان إعادة إدماج المحاربين. وبالتالي أين تم إدماجهم؟ تم إدماجهم في سلك الشرطة، في سلك الدرك، في سلك الجمارك، وفي الجيش. وخصوصا أن للأسف طوارق أغلبهم ما كانوا متعلمين، لأن كانت المدة طويلة الحرب، وبالتالي أغلبهم ما كانوا متعلمين لكي يدخلوا مثلا في الإدارة أو يدخلوا، فبالتالي وجدوا أنفسهم مضطرين أنهم يدخلوا في هذه الوظائف، في الشرطة، في الجيش، في الدرك، في الأمن إلى غير ذلك. المشكل هو أنه لما ما كان هناك إمكانيات لتهيئة ولإعادة بناء المنطقة ولتوفير الرفاه والاقتصاد اللي تكلمنا عنه في هذه المناطق، ما الذي وقع بعد توقيع اتفاقية السلام سنة 1994؟ في 2011 اندلعت مرة ثانية موجة أخرى من الثورة. في وين؟ في شمال مالي.
وبالتالي هي عبارة على 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 حلقات. في السودان في دارفور تم توقيع اتفاقية سلام سنة 2011 في يوليوز 2011 ما بين الحركات المقاتلة وما بين الحكومة السودانية، وكان برعاية قوية برعاية كبيرة من طرف قطر، وأخذت منها الكثير من الوقت لكي ترعى هذه الاتفاقية. لما تم توقيع الاتفاقية هو عادة في لما توقع اتفاقيات سلام يتبعها مباشرة تنظيم مؤتمر للمانحين، لأن هذا جزء بالمناسبة هذا جزء من الوصفة. بعد ما يتم توقيع اتفاقية سلام، بعد مرة تسمى اتفاقية سلام، بعد مرة تسمى معاهدة سلام، بعد مرة تسمى وثيقة سلام ما بين الحكومة وما بين الجهات المقاتلة، ثاني عملية في الوصفة هو تنظيم مؤتمر للمانحين. وعادة تنظيم مؤتمر المانحين يكون تنظم الدولة الراعية للسلام، الدولة الراعية للسلام في حالة مثلا السودان كانت الدولة الراعية كانت هي قطر، وبالتعاون مع من؟ بالتعاون مع الأمم المتحدة. لماذا؟ لأن تحت مظلة الأمم المتحدة يمكن أن تحشد أكبر عدد ممكن من الدعم وأكبر عدد ممكن من التمويل. في الحالة السودانية تم تنظيم المؤتمر في الدوحة وبرعاية من طرف دولة قطر وبالتعاون مع الأمم المتحدة، وبالتالي المؤتمر جمع تقريبا حوالي 5 مليار دولار لفائدة السودان. بطبيعة الحال 5 مليار دولار لا يمكن أن تعمل أشياء كثيرة، ولكن أنا أتكلم لكم على المحطات وعلى الوصفة. وبالتالي نفس الشيء ربما قد يقع في حالة سوريا أو في حالة أي بلد يمر من الأزمة. فإذا في حالة السودان تم توقيع الاتفاقية، تم تنظيم المؤتمر المانحين للتنمية والاستثمار في السودان، وأوكلت المهمة لصرف التمويل لفائدة البرامج والمشاريع الإنمائية والاقتصادية والإنسانية في السودان لوكالة الأمم المتحدة، خصوصا UNDP. جزء من الوصفة كذلك هو البعثة الأممية، فكل الدول التي مرت بنزاع عادة ما تعين الأمم المتحدة بعثة أممية. فعلى سبيل المثال في السودان هناك اليونيماد، هي اليونيماد هي التي تشرف على الجانب التنسيق، الجانب الأمني إلى غير ذلك. فنفس الشيء في أي بلد آخر، في أي بلد يمكن أن يمر بنزاع مباشرة بعد توقيع اتفاقية السلام سيتم تعيين أو سيتم تشكيل بعثة تابعة للأمم المتحدة التي ستشرف على القضايا المتعلقة بالجوانب العسكرية والجوانب الأمنية. وهذا جزء لا يتجزأ من الوصفة، سنجده في أي دولة يمكن أن تمر بأي أزمة. إذن كما ذكرت في البداية لا يمكن أن نتحدث عن الاقتصاد إلا في ظل هذه الركائز الأربعة، وكلها مرتبطة بشكل أو بآخر، ويمكن أن ندخل فيها بشكل أو بآخر الجانب الاقتصادي والفرص، بالمناسبة حتى الفرص الاقتصادية. طيب، أهم العوامل التي تؤثر في الجهود إعادة الإعمار، هناك تقريبا 5 عوامل رئيسة. العامل الرئيسي أو العامل الأول هو المرجعية. لما نقول المرجعية هي الوثيقة، هي وثيقة السلام التي تم توقيعها ما بين الجهات المعنية، الجهات الحكومية والجهات الأخرى. هذه وثيقة عادة ما تتطرق إلى كل شيء، تتطرق إلى النظام السياسي في المستقبل، تحدث عن الحريات، تحدث عن الجانب الاقتصادي كيف حيكون، تحدث عن الجانب السياسي كيف حيكون، تحدث عن كل التفاصيل. أنا عندي الآن الوثيقة الخاصة ب كيف أتخلص من هذه الأخوة؟ لا مش هذه، أعطيني محفظتي لو سمحت. محفظتي هو في وراء. أسير المقتل. نعم. هذه وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. هذه الوثيقة فيها كل التفاصيل المتعلقة بما اتفقت عليه الأطراف بالنسبة للعهد الجديد. بالنسبة للعهد الجديد على مستوى القانوني، على مستوى التشريعات، على مستوى النظام السياسي،
على مستوى الحكم المحلي، على مستوى الاقتصادي، على مستوى الموارد وكيف يتم استخدامها، على مستوى الموازنات، الميزانيات، إلى غير ذلك من الأشياء. فهذه فيها كل التفاصيل مع توقيع جميع الأطراف. فإذا أهم عامل هو هذا العامل، هو الإطار المرجعي. والإطار المرجعي هو ما الذي اتفق عليه الأطراف، هي وثيقة السلام. ثم العنصر الثاني هو القدرات الوطنية. والقدرات الوطنية هنا تختلف، فيه دول يكون هناك قدرات وطنية معتبرة. في حالة سوريا الحمد لله فيه قدرات وطنية هائلة، وبالتالي ستخفف الكثير من العبء فيما يتعلق بإعادة البناء. لو أخذنا هذه القدرات مثلا وقارناها مع الكونغو أو مع مالي أو مع كل احترامنا لهذه الدول، ولكن تبقى قليلة جدا مقارنة مع القدرات اللي موجودة في السودان. معنى ذلك أن الفاعلين الذين سيأتون لدعم جهود بناء في سوريا سيستفيدون من هذه القدرات وسيعتمدون على هذه القدرات. فإذا القدرات الوطنية هذه قدرات مهمة، ولما نقول القدرات الوطنية على جميع المستويات، على مستوى القدرات الفردية، على مستوى المجتمع المدني، على مستوى الاقتصاد، على مستوى المؤسسات، إلى غير ذلك من القضايا. ثم الأمر الثاني هو حجم الدمار. بلد تعرض لدمار كبير مش مثل بلد تعرض لدمار محدود. بلد الأزمة فيه شملت كل التراب الوطني، مش بلد مثلا الأزمة فيه شملت فقط إقليم معين. في حالة مالي مثلا كان فقط في شمال مالي اللي هي ثلاث ولايات، ولاية غاو، ولاية كيدال، ولاية تومبوكتو. في حالة مثلا السودان هم فقط دارفور اللي هو الولايات الغربية للبلد. مثلا في حالة سوريا كان الانتشار الجغرافي للأزمة كان كبير جدا مقارنة مع هذه الدول. فإذا هذا عامل مهم جدا بالنسبة لجهود إعادة الإعمار. الأمر الثاني أو الأمر الرابع أو العامل الرابع هو الاهتمام الدولي. هناك بعض الأزمات الاهتمام الدولي فيها محدود. نأخذ على سبيل المثال، هناك أزمة في الكونغو نعرفها منذ زمان طويل، هناك أزمة في الصومال نعرفها منذ زمان طويل، ولكن الاهتمام الدولي كان اهتمام محدود جدا، ما كان اهتمام كبير جدا. جيد؟ ثم العامل الأخير هو الفاعلون في 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 جهود إعادة الإعمار. فيه بعض الأحيان بعض الأزمات يكون فيها عدد الفاعلين كبير جدا متعدد، وفي بعض الأزمات يكون أو بعض الجهود تكون فيها الجهود إلى حد ما محدودة من طرف فاعلين محدودين. مين الدول؟ مقصود مين الدول؟ المنظمات الدولية، المنظمات الإقليمية، والدول المنظمات الدولية، المنظمات الإقليمية، إلى غير ذلك. هما نسميهم الأكسرز اللي هما الفاعلون. آخر شيء، عادة ما تتم مراحل إعادة البناء عبر ثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى هي تهتم أكثر بالاستجابة الآنية، هي الاستجابة الآنية، وعادة ما تكون الأولوية تعطى لقضايا المأوى، لقضايا المأكل، لقضايا الأمن، الأمور الأساسية، الأمور اللي هي بيزك لابد من الاهتمام بها. الأمر الثاني أو المرحلة الثانية هي تؤكد على تطوير القدرات المحلية، وهذا طلب كثير من الجهد. المرحلة الثالثة هو العمل على الأمور البعيدة المدى والبرامج البعيدة المدى والاستدامة. تقريبا فهذه المراحل الرئيسة التي تمر منها عملية إعادة البناء، وكل هذا ينبغي أن نربطه بإيش؟ نربطه بالجانب الاقتصادي، لأن الجانب الاقتصادي في المرحلة الأولى غير الجانب الاقتصادي في المرحلة الثانية، غير الجانب الاقتصادي في المرحلة الثالثة. إذن أتمنى أن لا أكون قد أطلت عليكم كثيرا، فشكرا جزيلا لحسن استماعكم. شكرا لك أستاذ الرائع. نفتح مباشرة الآن للي حابب عنده سؤال أو مداخلة. يعني حقيقة الإضاءة والأشياء أي مليون صنعناها، وهذا يمكن يخلينا نفهم الحجج أو الحدث أو الأسباب اللي بتعتمد عليها الدول الآن اللي بتقول إنه نحن لا يمكن نعيد الإعمار
سوريا أو نتدخل قبل كذا. فعلى ما يبدو هذه المعايير واضحة بالنسبة لهم تماما، وهي طبعا كلها تغير محققة الآن في سوريا. سؤال سريع، إنه إعادة الإعمار هل هو المقصود إعادة الوضع إلى ما كان عليه أم إلى حد أدنى يعني من المعايير، أم إلى طموح جديد حسب التجربة اللي صارت في مالي أو غيرها؟ لأنه نحن عم نحكي عن سوريا قبل الأحداث في سوريا، ناتج قومي 65 مليار دولار تقريبا. هل نحن مثلا نقول إعادة إعمار نرجع الاقتصاد إلى 65 مليار دولار، أم إلى مقاييس جديدة، أم إلى حد أدنى يكون مرضي بالنسبة لنا؟ طيب، إذن هو شوف أخي، أنا قلت في العوامل بأن أهم عامل هو الإطار المرجعي. ولما نتحدث عن الإطار المرجعي نحن نتحدث عن الوثيقة التي تؤسس لما بعد النزاع، وهذه الوثيقة عادة ما يتم فيها ذكر والتركيز على كل القضايا التي تتعلق بمستقبل البلد، مستقبل البلد على مستوى السياسي، مستقبل البلد على بعض الأحيان يدخلون حتى في مستقبل البلد على مستوى التعليم، ما هو نوع التعليم الذي نريد أن نقدمه لأبنائنا. وبمناسبة أهم الأشياء التي يتم الاهتمام بها في مناطق ما بعد النزاع هي المناهج التعليمية. ولهذا هناك في الدراسات المتعلقة بدراسة النزاعات، هناك في الكريكولوم عندهم فيه تخصص اسمه التعليم في مناطق ما بعد النزاع. لماذا؟ لأن التعليم هو الوسيلة الرئيسة التي يتم بها تنشئة المجتمع وتنشئة الأجيال، وبالتالي فمن خلال التعليم نمرر الكثير من القضايا المتعلقة بالمجتمع، متعلقة بالتاريخ، متعلقة بالقاسم المشترك، ما هو مشترك بيننا إلى غير ذلك. فبالتالي أخي الوثيقة هي التي ينبغي أن تحدد ما هو مستقبل هذا البلد، اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا، تعليميا، ثقافيا إلى غير ذلك. فهذا الأمر يبقى للتفاوض بين الفرقاء، هم الذين يحددون كل هذه القضايا. لو تقرأ أخي هذه الأشياء تجد هنا من التفاصيل أشياء كثيرة جدا، حتى على مستوى مثلا القضاء الأهلي في السودان على سبيل المثال. هناك ما يسمى بالإدارة الأهلية، والإدارة الأهلية قانونها في السودان كان منذ سنة 1922 وضعه البريطانيون، وكان الإدارة الأهلية عندها دور مهم جدا، يرفض دور الإدارة الرسمية. فحتى الإدارة الأهلية وضعوا لها ما هو دورها فيما يتعلق بالمرحلة القادمة. لماذا؟ لأن الحرب عادة ما تحطم مثل هذا النوع من هذا النسيج، وبالتالي هذه الإدارة الأهلية تم تجاوزها في كثير من الأشياء ولم يعد لها دور، وكان لها دور مهم جدا في قضايا الأمور المحلية، فض النزاعات ما بين الناس إلى غير ذلك. أعيد لها الاعتبار بشكل أو آخر هنا في المرحلة القادمة. فإذا الأمور كلها المتعلقة بالمستقبل، سواء فيما يتعلق بالاقتصاد كما ذكرت أخي، يتم تحديده بين في إطار تفاوضي، ويتم توثيقه في وثيقة السلام بين الجهات المعنية. يعطيك ألف عافية، شكرا كثيرا، محاضرة رائعة جدا. بالنسبة لإعادة الأعمار، من المسؤول عن إعادة الأعمار؟ هل الحكومات؟ هل القطاع الخاص؟ وما هو دور المنظمات الإنسانية؟ نحن دورنا في هل لنا دور في عملية إعادة الأعمار؟ إذا تلاحظ دور المجتمع المدني مذكور اسما في الركائز المختلفة، وبالتالي كل أطراف لها دور، منظمات المجتمع المدني لها دور، القطاع الخاص له دور، الجهات الحكومية بطبيعة الحال لها دور، والمجتمع الدولي له دور. المجتمع الدولي، أنا قلت أن أول ما يتم بعد توقيع اتفاقية السلام عادة كوصفة هو تنظيم مؤتمر المانحين. هذا أول شيء. هذا ناهيك على العلاقات الثنائية بين الدولة والدول الصديقة، لأنك تعرف بأن عادة المساعدات الإنمائية تتم عبر وسيلتين رئيسيتين، إما التعاون الثنائي دولة الدولة أو التعاون متعدد الأطراف. والتعاون متعدد الأطراف إما يكون في إطار دول في إطار منظمات إقليمية مثلا، أو يتم في إطار منظمات دولية، مش فقط إقليمية إنما منظمات دولية مثل الأمم المتحدة وغيرها. وبالتالي فالأدوار هي متشعبة، والأدوار كذلك هي
يعني متكاملة بين كل هذه الجهات التي ذكرت. حد عنده أسئلة؟ لأن ترى أنا عندي أسئلة كثير بس تعرفكم تخلصوا. بس سؤال هيك صباحي، شبكة الأمان الاجتماعي، ذكرت شبكة الأمان الاجتماعي والاقتصاد ممكن يكون اقتصاد، وذكرت بس الموظفين في منظمات المجتمع المدني، هل في هناك آخر؟ يعني ذكرنا الأمن الغذائي وتخيلت أنا كيف ممكن الاقتصاد يكون فيه، وذكرت أما شبكة الأمان الاجتماعي وأن تكون اقتصاد كامل يعني أو الكاد الجانب ممكن يكون اقتصاد معترف كامل، ذكرت إنه موظفين، هي فهمتها. في شيء أمثلة ثانية حتى أستطيع يعني أرسم؟ هذا هو شبكة الأمل، شبكة الأمل الاجتماعي فيه الشق المتعلق ب أدوات شبكة الأمل الاجتماعي التي تضمنها الدولة بطريقة رسمية، مثلا موضوع التعويضات، موضوع الكفالات لفائدة، موضوع على سبيل المثال الامتيازات التي يمكن أن تعطيها الدولة للفئات الهشة، هذا الدولة تقوم به. وفيه شق يتعلق بمنظمات المجتمع المدني. منظمات المجتمع المدني على سبيل المثال في الغرب تحولت إلى ما يسمى بالمقاولات الاجتماعية. ليش؟ لأن في الغرب ينفقون على العمل الاجتماعي ولا يديرونه. هناك فرق بين إدارة العمل الاجتماعي والإنفاق على العمل الاجتماعي. الدولة تنفق على العمل الاجتماعي من خلال الاعتمادات المالية اللي عندها، من خلال الموازنات التي تخصصها للعمل الاجتماعي، ولكن لا تديره. تسلموا لمن؟ تسلموا لقطاع المجتمع المدني. لماذا؟ لأن عنده مرونة وعنده قدرة وعنده كذلك معرفة وعنده مهارات تؤهله لكي يقوم بهذه العملية نيابة عن من؟ نيابة عن الدولة. وجود هذا العدد الهائل جدا من منظمات المجتمع المدني تقدم هذه الخدمات الاجتماعية في إطار شبكات الأمل الاجتماعي، هذا في حد ذاته يشكل بشكل أو بآخر نوع من أنواع الاقتصاد، لأن كم سيشتغل من الموظفين من المتخصصين في الخدمة الاجتماعية في هذه المؤسسات؟ يعني هو الاقتصاد ابتداء رأس الحلقة هو إنفاق حكومي تقريبا، صحيح، بيعمل بيحرك العجلة هي، صحيح. وبالتالي غياب الإنفاق الحكومي ممكن يكون في عنا هون يعني بده شيء عوض ثاني إما بناء أو صحيح. إضافة كذلك أن منظمات المجتمع المدني بإمكانها أنها تعبئ الموارد من جهات أخرى مش فقط من الجهات الحكومية، من الدولة يمكن أن تعبئ الموارد من المجتمع، متبرعين محسنين، يمكن كذلك أن تعبئ الموارد من طرف منظمات دولية إلى غير ذلك. بالتالي عندها هذه القدرة وعندها هذه المرونة التي تؤهلها على أنها تحشد موارد من مصادر أخرى، من أطراف أخرى غير الدولة نفسها. رح نكمل نقاشنا بشكل جماعي، بيقدر كل حدا فيكم ياخذ ضيافه قهوه شاي، ورح نقعد قاعده بشكل كلياتنا نشوف بعض. دكتور هاني اذا عندك مداخله اهلا وسهلا. علما اني انا عندي اسئله كثير. اوكي الله يحيي، ريحتني هلا بدي احكي كثير يعني زي ما انت عايزه تحكي. يلا يلا خش. في سبيان اللي وزعنا عليكم يا ريت تعرفونا يا المنظر الإنساني، الورقة اللي زغط ورقة كثر يا ريت تعرفونا يا أخواني هاي تروح معرفة ما إحنا محمدر موقف لأنه يدوبنا الوقت زي ما أنت عايز. هناخد دقيقتين بس، دقيقتين هيك ناخد نفس بين ما دكتور هاني كمان تحطوا له المايك. أنا خلاص أنا جاهز بس راح أشرح لهم الاستبيان بعدين. لا بعدين احنا بهمنا جدا الان يعني اذا بدكم تاخذوا القهوه بس 4 دقائق وبعدين نرجع مباشره ان شاء الله. هاتوها على طول على الترابيز يعني بس خذوا على الطاوله. ايوه هدي نعم تحتاج وقت للكتابه ممكن نرسل المهم قبل اخر الاجتماع تكون موجوده عندنا قبل اخر الورشه. ممكن هذه نمديها نرسلها بعدين حتى تكون يعني اكثر دكتور هان. طبعا ده لان في مؤتمر حيتعمل هنا في اخر السنه، والمؤتمر ده هو المؤتمر الثاني اللي احنا بنعمله علشان بيعمل شراكة بين المؤسسات الدولية الغير مسلمة والمؤسسات المسلمة. عملنا المؤتمر الأول في لندن في 2017
وكان عدد الشركاء فيه حوالي 35 مؤسسة دولية ما فيها كل المؤسسات تتخيلوها. فاحنا هنعمله المرة دي في اسطنبول في اخر السنة، فبنستطلع ارائكم ايه الاشياء اللي انتوا عايزين نناقشها. ممكن تبدأ تعملوها بطريقة اولية اليوم، ومن اراد ان يزيد فيرسل ايميل فيما بعد. لا ما فيش مشكلة، اللي عنده قدرة على انه يملاها الان يملاها، اللي مش عنده قدرة ابعتوها علينا في الـ في الـ في الاتحاد ان شاء الله. لكن مهم جدا، لان عايزينكم انتوا تحضروا، ومش عايزين نناقش حاجة انتوا مش موافقين عليها. والهدف ملقى بشكل جيد دكتور، يعني ما فيش مشكلة، بس ساعات بناخدها في البيت وننسى. لا ان شاء الله تسلم. اللي عايز يسلمني النهاردة يسلمني. طيب بعدين ممكن نكتب الايميل بتاع فاطمة او رواد. ايميل فاطمة ان شاء الله على السكرين. نعم ان شاء الله. خلاص يا اللي عايز يجيب شاي وقهوه يجيب. تحب نقرب الطاولات او لا؟ لا ما فيش، بنخليهم زي ما هم كده مريحين. بس قعدوا قاعده بحيث نشوفكم كلكم اذا في مجال. احنا شايفينكم. ممكن نجيب الطاوله هيك؟ لا 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 سيبها 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 كده كويس كده كويس. هو طبعا الجلسه تاني دي اهم جلسة انا كنت حاسبها. ها انت هتقول كلام انت يعني هو نسحب هاي شيء. لا خلاص طيب خلاص خلاص تمام.